بالرابط بين العاصمة وولاية الحوض الشرقي التي تستعد الآن لاستقبال رئيس الجمهورية، توجد الكثير من المشاكل، أبرزها أزمة العطش، وأمور تأمل ساكنة المنطقة أن تجد لها حلا خلال زيارة الرئيس المقبلة. الزميل أبو بكر دهماش يرصد لنا جزءا من مشاكل الطريق في سياق التقرير التالي. لا تخلو الطريق الرابطة بين مدينتين واكسوط والنعمة من مطبات وعراقيل نظرا لطول مسافة بين المدينتين، فهذه شاحنة كبيرة أعياها السفر حتى عجزت عن إكمال المسير وانقلبت رأسا على عقب بين كيفة وطينطان في هذه المنطقة التي طالما أرقت المسافرين بسبب تهالك الطريق، لكن اللمسات الأخيرة بدأت توضع لإنهاء أشغال الإصلاح التي استغرقت وقتا طويلا. في الحوضين الغربي والشرقي بدأ فصل الشتاء يلوح بالوداع، فاتحا المجال أمام فصل الصيف وما يحمل من شدة وحرارة وعواصف رملية محملة بالأتربة والغبار. هؤلاء منمون في قرية أغريج التابعة لبلدية تيمزين بالحوض الغربي، وقد أثقلت كواهلهم متطلبات التنمية خاصة أزمة نقص المياه، ويطالبون رئيس الجمهورية بحل هذه الأزمة خلال زيارته المنتظرة للولاية. أما في الحوض الشرقي فقد بدأت الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل استقبال رئيس الجمهورية من خلال تنظيف الشوارع وترسيق الصور المكبرة للرئيس على اللافتات وجدران البنايات. السكان في مدينة النعمة عبروا لقناة الوطنية عن جملة من المشاكل، طالبوا رئيس الجمهورية بحلها عاجلا، متهمين السلطات الإدارية والوجهاء السياسيين بحجب الحقيقة عن الرئيس والتغطية على المشاكل. وهذه الولايات الثنتين السنة ضاربهم جفاف متين، جفاف أولا من نقص المياه المطرية، وثانيا نقص العلف ورفع أسعاره، وينتظرون من الرئيس الكثير، أولا يحل عنهم مشكلة العطش ويحل عنهم مشكلة العلف، ارتفاع أسعار العلف. وشابوا ما فهم شيء ولا فهم كلمامل، يا غير كانوا الوكالة 25 ما بقى شيء، الكيل كان سمعت ما يبني ما تاخذ تشوف الاسنان شو اللي بالله ما تاخذ هناك تعرف اللي بالله لا هدناك جيب. جابوا هون معرم غير ما اجبرنا، جابوا معرم بسكر وبتاي ولحمه وخضراته يا غير ما اجبرنا، وكالوا يبيعوا في الليل يبيعوا الساعه 9 يبيعوا 10، نحن ما اجبرنا سبه، كله عنده اير مارك يتبرفق هون، قول هذا ننزل عليه لين شلون ننزل عليه من عبد العزيز ما بخرش ما خارج شي ما عدلوا ولما جابوا والطرق عدلهم ورجال عدلهم، يا غير ما يقدر يفوت مرتان كامله اسحاب القصوص من دونه، ايش قال مرتان ما يقدر يفوت هاي سمعت، يا غير مرتان ايش صار وكاله لين شو يقول سلمان علي معاويه ولا طارق شو يقول له قال لي معاويه اندرج يا غير ما لي مشو هاي سمعت، الطرق عدلهم وعدل الرجلين وعدل كل شيء ولا بخلنا الشيء قرش طار عليك بالي انا فرشت درت طار قرشه هاي سمعت من الحر والكوي مساكن الان هاي عشان وتاروا نهار كامل عرب وتاروا الجين داروا 102 يقولنا واحد طيح 100 قصر العمر الكبل المعمدة ما سسبيبة ودسرة مسخة العمدة ما سسبيبة الا تدخل دسره ادخل هون دسره كان ينكذب انا ما نكذب. والى ان يصل الرئيس محمد بن عبد العزيز مدينة النعمة مطلع الاسبوع المقبل، يبقى الترقب والانتظار هما سيد الموقف هنا في ولاية الحوض الشرقي. هكذا تستعد عاصمة ولاية الحوض الشرقي لاستقبال رئيس الجمهورية، مشاكل عديدة تنتظر الزيارة المرتقبة، فماذا سيكون وراء هذه الزيارة وكيف سيتعامل الرئيس مع جملة المشاكل التي يطرحها المواطنون هنا في الحوض الشرقي؟ أبو بكر دهماش، الوطنية، مدينة النعمة.